تعلق بموروث الأجداد بدءا بحرفة الرعي المرتبطة دوما بما تجود به الأرض من زاد لمواشيهم، بساطة في العيش وكرم في الضيافة التي لا تحلو إلا بخبزة الملة، يوميات عشناها ونحن ننزل ضيوفا على خيمة البدو الرحل. منين يجينا الضيف نتعارضوا له ونمرحبوا به ونسلموا عليه السلام زين. أول مرة نسبقوا فيه التمر والبن والتاي والمقلي، لا عاد عندنا بيرغمو، لا عاد عندنا القلية تنطرحو، لا عاد عندنا التمر ينطرحو، لا عاد عندنا المسايل اللي كاملة في بيوتنا نستعمروا بها ضيوف الكرام ما نعزوها عنه. كل شيء هنا طبيعي، كل شيء يعد بأنامل المرأة البدوية متحدية قساوة الطبيعة. هذه نطبخوها بيدينا، نخدموها بيدينا، ونديروا فيها الحليب نتاع المعيد ونخضوه. الزرع هذا الشعير هذا نشروه ونقلوه في الرمل كيما الخبز ضرب، نطيبوا به الدهان هذا نطيبوه به. كل شيء والفنا كل شيء نديروه بيدينا، لا بيدينا. التاي راهي حاجه باينه عندنا دائما، عندنا رسميه نلقاو بها الضيف ونلقاو بها العائله نشربوها كاملين. تجري عندنا ادواخ، تعطس يجري العطش، تمر يجري الامراض، حاجه طيبه 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 عندنا مهم. وحينما تبدا خيوط الشمس بالزوال معلنه غروب شمس يوم طويل، فلن تبرح الخيمه حتى تتقاسم معهم عشاءهم. إنه عنوان حقيقي للكرم والضيافة.